السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، اليوم راح نكمل وياكم التمارين. طبعا 6-2 راح ناخذ تمرين رقم 4 وتمرين رقم 5، وتركنا لكم واجب هو تمرين رقم 3 والتمرين الرابع. هنا أريد ملاحظة للطالب، جايبين سؤال يقول لتكن هنا الدالة 1 - 2x فارزة x عندك أصغر أو يساوي 2، وعندي 1 - x أكبر من 2، اثبت أن الدالة مستمرة. قلنا بالاستمرارية عندنا 3 شروط. شنو الشرط؟ عندما x يساوي 2. الشرط الأول من تجي للحل راح تقول رأسا f للأي، باوع بكل سهولة. f للأي يعني يا شرط هو للثنين، هنا أنا راح نقول باوع f للثنين أخذناها. هسه الطالب نباوع f للثنين، هذا طبعا حد فاصل بيناتنا، شوف الثنين كله حد الفاصل. هنا الثنين تقدر تاخذ برأيك علامة الأصغر أو يساوي له الأكبر. طبعا دائما أخلي ببالك فكرة، دائما هنا أكس أكبر من الثنين، من الأكبر من الثنين 3، لأن حد الفاصل هو للثنين، وهنا أكس أصغر من الثنين، يعني شو يريد أصغر من الثنين؟ الواحد والصفر، إذن ما يفيدني الأصغر، إذن شو تفيدني؟ يا علامة، علامة الأكبر. أجي أضع الدالة مالت راح أعوض بها، راح أقول هنا 1 - 2 تربيع. شوف لو لا، هنا راح شي يساوي لنا 1 - 4 ويساوي لنا -3، نكتب عليها معرفة الدالة، إذن الدالة معرفة. ليش خدنا الأكبر؟ لأن هنا عندك علامة مساواة للثنين، يعني ما أقدر أخذ عدد أصغر من الثنين، أنا أريد الأكبر العدد من الثنين. الخطوة 2، بما أن لقينا الحد الفاصل متساوي بكل العلامات، راح أخذ الليمت الغاية من اليمين تساوي للغاية من اليسار. أقول ليمت أكس من يقترب للثنين، هاي العلامة الموجب قلنا شنو معناها؟ غاية من اليمين، لا تنساها، غاية من اليمين، مو حسب لك زائد، لا، وإنما الغاية من اليمين. الغاية من اليمين اللي هو 1 - x تربيع. راح نعوض بدل كل اكس هنا بمن نعوضها طبعا بالثنين، اذا راح نقول لك 1 - 2 تربيع ويساوي لنا 1 - 4 ويساوي لنا -3، نقول له L1. نجي الغاية من اليسار، من نكتب للغاية من اليسار بعدنا بالشرط الثاني، اخلي فوق الثنين سالب، شنو السالب معناها؟ الغاية من اليسار، اذا ما طول الغاية من اليسار. نجي ناخذ منه الغاية من اليسار، قلنا دائما الاصغر هو 1، شوف هنا 1 - 2x، اذا راح نجي هم ايضا نعوض الثنين، هنا راح نقول 1 - 2 في 2 ويساوي لنا 1 - 4 ويساوي لنا -3 يساوي لنا 2، العفو L2. هنا L1 يساوي لنا L2. ليش قلنا L1 يساوي L2؟ شوف الدالة معرفة، وهنا الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار، إذا مساوية، إذا راح يساوي لنا -3، إذا الغاية تكتب له موجودة، إذا الدالة ما نكتب له الدالة. ليش ما نكتب الدالة هنا؟ لأن هنا أنا راح أقول له ليمت، الشرط الثالث ما أنسى، ليمت عندما اكس يقترب للثلاثة اف للاكس ويساوي لنا اف المن عندنا اخذناه لشرط للثنين، اذا راح نقول له اذا الدالة مستمرة، اذا الدالة مستمرة عند اكس يساوي لك 2. هذا شوف السؤال كل سهل جدا. نجي للسؤال رقم 5، هنا انتبه عليه. ليش انتبه؟ اولا منطيني حد فاصل، ومنطيني علامة الاكبر او يساوي 1، والاكس اصغر من 1، اذا ما طول عند الحد الفاصل يساوي لي هنا بالنقاط الثلاثة، اذا اخذ الغاية من اليمين يساوي للغاية من اليسار. ما اخذنا الشرط الاول، ليش؟ لان هنا صح قال لي مستمرة، طبعا انا اقدر اخذ لك اياه اكبر من 1، بس هنا للسهولة دائما لان هو يقول لي ينتمي للار، اريد للاعداد الحقيقية. هنا دائما من نشوف اكو عندك اي مجهول بي مجهول اي وبي، هنا دائما تقول بالحل الغايه من اليمين، شوف الغايه من اليمين
تساوي الغاية من اليسار. إذن هسه راح نكتب لك إياها، الغاية من اليمين تساوي للغاية من اليسار، راح أقول لك ليمت اكس يقترب من المنطقية طبعا للواحد، الغاية من اليمين من هو؟ كنا علامة أكبر أو يساوي، يعني أي اكس زائد 3 راح تجي طبعا نعوض بدل كل اكس بالواحد، راح نقول له أي في 1 زائد 3 ويساوي لنا. هسه من تضرب الأي في 1 هو نفسه طبعا، أي زائد من هو؟ 3 هنا، هاي الغاية من اليمين. هسه تجي للغاية من اليسار، راح شو تقول؟ تقول ليمت عندما اكس يقترب هم ايضا، بس نخلي اشارة سالب من انساها، سالب منو علامة الاصغر؟ اللي هي 3 اكس تربيع زائدا 1، راح نجي نعوض هنا الواحد، راح نقول 3 في 1 تربيع، شوف زائد 1، هم ايضا راح 3 في 1، لان يعني الواحد تربيع ايش قد؟ هو 1، 3 في 1 3 زائد 1 راح يعطيك هنا 4. اذا راح اقول له اي زائد 3 الناتج الاول من الغاية من اليمين، اللي هو شنو الغاية من اليمين؟ طبعا لا تنساها L1 ويساوي لك لازم L2. الغاية من اليسار منو هو؟ يساوي لنا الاربعة، شوف اذا ساويتهم. هسه اقول لك من تنقل هاي الثلاثة للطرف الاخر شي يصير عندك؟ اي باور يساوي لنا 4 ناقص 3، اذا اي يساوي لنا 1، وبهذا طلعنا قيمة اي بكل سهولة، وان شاء الله نلتقي وياكم بالمحاضرة الاخرى. Thank you.